قال مدير وكالة المخابرات الأمريكية CIA السابق جون برينان إنه قد يلجأ إلى القضاء من أجل مجابهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألغى تصريحه الأمني. وكان ترامب قد جرد برينان الذي عمل تحت إدارة أوباما من التصريح الأمني بسبب الانتقادات المستمرة التي كان برينان يوجهها لترامب وإدارته. يستغرق المرأة سنوات من أجل أن يتدرج في الحصول على التصريحات الأمنية ذات التصنيفات المختلفة التي تعلو مع علو مرتبته في أجهزة الحكم في الولايات المتحدة، وقد كان جون برينان في القمة من ذلك. لا تذهب التصريحات الأمنية مع الخروج من المنصب، فهي درجة تصنيف أمني يتمتع بها الشخص ويحتاج إليها في كثير من الوظائف التي يشغلها بعد خروجه من منصبه. يعلم ترامب ذلك جيدا، لذلك يضرب منتقديه حيث يؤلمهم، ولكن ما مدى قانونية ذلك؟ أعتقد أن هذا مثال آخر على إساءة استخدام السلطة بطريقة سيئة جدا. فقط لأن بإمكانه أن يجرد شخصا من تصريحه الأمني لا يعني أنه يستخدم ذلك للأسباب الصحيحة. هو نفسه قد انتهك السياقات بلا شك. أعتقد أنه قام بذلك كله من أجل تشتيت انتباه الإعلام عن قضايا أخرى. يقول برينان إنه سيستمر بالتصدي لترامب وهو يفكر بالدخول في معركة قانونية، أما فريق ترامب القانوني فمستمر بالهجوم. لقد وجه برينان اتهاما فظيعا للرئيس بالخيانة، لكنه قال بعد ذلك إنه لا يملك معلومات عن أن الرئيس مذنب بالتآمر، وهذا اتهام قاصر لا يستند إلى أدلة في قضايا حكمها يصل إلى الإعدام. برينان معتوه وما كان يجب أن يتمتع بتصريح أمني أصلا. يعود ترامب إلى واشنطن من عطلة نهاية الأسبوع إلى أسبوع جديد ومزيد من المواجهات. بات يستخدم الآن سلاحا غير تقليدي، إذ لم يعتد من سبقه في المنصب على استخدامه. بعد برينان هناك أسماء أخرى من منتقدي ترامب قد تتلقى نفس المصير. رافد جبوري، التلفزيون العربي، واشنطن.